خلينا بقى نروح مع حضراتكم بعد كده لأخبار فريقنا. فريق الأهلي قدم رانا امبارح على ملعب التتش ده استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بكرة إن شاء الله الاثنين ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز. اشتمل مران الفريق على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمى، فيما خاضت هنا المجموعة التي شاركت في مباراة وادي دجلة تدريبات استشفائية، وقدم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات هنا منفردة تحت إشراف يمكن ميشيل ده مدرب الحراس. ده طبعا هيكون قبل المشاركة في تقسيم الكرة. اللي حصل كمان ان ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقدوا جلسة تنسيقية على هامش تمرين امبارح اللي أقيم على ملعب التتش، وناقش فايلر وعبد الحفيظ كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة اللي جاية إن شاء الله ابتداء من مواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العام المصري.